وحواري رسول الله الزبير سريع الكرم. مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا بأيهم اقتديتم اهتديتم، والذي نتحدث فيه عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة. نتحدث اليوم عن الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه. هو الزبير بن العوام الأسدي القرشي ابن عمة النبي محمد ومن السابقين الأولين في الإسلام، يلقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة. اعتنق الزبير بن العوام الإسلام وهو في الثامنة من عمره، وظل ثابتا على دينه رغم الأذى الذي تعرض له من قومه. تزوج ذات النطاقين السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق، وهاجر مرتين، مرة إلى الحبشة والمرة الأخرى إلى المدينة. وبعد هجرته الأخيرة إلى المدينة المنورة رزقه الله بمولوده الأول عبد الله بن الزبير، وكان أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. فرح بهذا المولود جميع المسلمين، لأن اليهود قد أشاعوا أنهم سحروا للمسلمين، فقد عقم المسلمون ولم يروا لهم ذرية بعد. فلما أنجبت أسماء زوجة الزبير كان فرحا للجميع تكذيبا لليهود. قال فيه النبي: لكل نبي حواري، وحواري الزبير، أي خاصتي من أصحابي وناصري. ذات يوم سمع أن النبي تعرض للأذى، فما أن سمع ذلك فحمل سيفه ليكون بذلك أول من يحمل سيفه في الإسلام. ثم خرج مسرعا عندما سمع الخبر الكاذب، خبر مقتل النبي. وعندما رأى النبي جث على ركبتيه وهو يبكي من الفرحة، لأنه رأى الرسول معافى سالما. وفي غزوة الخندق له موقف مشهور، فقد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم بين المسلمين ليطلب أحد منهم ليذهب ويأتيه بخبر الجيش الذي كان في الطريق. فسارع الزبير ليعلن استعداده لأن يقوم بهذه المهمة، وردد قائلا: أنا أذهب، أنا لا يا رسول الله. وذهب ورجع بالخبر. وهنا ذكر النبي حديثه عنه: لكل نبي حواري، وأنا حواري الزبير بن العوام. صلى الله على نبينا الكريم ورضي الله عن الصحابي الجليل الزبير بن العوام، أحد العشر المبشرين بالجنة. نلقاكم غدا في حلقة قادمة ومعنا صحابي جليل من العشر المبشرين بالجنة. كانت معكم الطالبة مريم أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.